بي منافسات الأيبة المفتوحة لفريق الهواة أو لفئة الهواة تعتمد مجموعة من القوانين والنظم، والتي في أولها ومجملها سلامة اللاعب أولا وقبل كل شيء. يتصافح كلا اللاعبين ويعطي الحكم الإشارة ببدء اللقاء، وبداية من الركن الأزرق بالجاب القياسي لاستشراف المسافة بين كلا اللاعبين. لاعب أوزبكستان بالوضعية الساوث بو كما شرحنا، وضعية الملاكم الأعسر، والذي يكون فيها اللاعب في وضعية معاكسة أو بوضعية المرآة للاعب الآخر أو للخصم، وتكون فيها اليد اليمنى والرجل اليسرى في المقدمة. ليد هاند تكون الأقرب إلى اللاعب الخصم، وحين يكون الركن الأزرق في الوضعية الأرثوذكس في عالم الرياضة. الوضعية الأرثوذكس هي الوضعية الاعتيادية لمعظم الرياضيين، ويهم ذلك في عالم الملاكمة، حيث يتميز اللاعب الأعسر عن الأيمن بقلة الملاكمين الأعسر وقلة المنافسات أو التدريب مع لاعب أعسر في كل نادي لقلة أعداد الملاكمين الأعسر. وفي كأي رياضة يكون لهم التميز في الهجوم وتسديد اللكمات من زاوية جديدة. لكمات جيدة من اللاعب العراقي في الركن الأزرق. اللاعب موسى يأتي بطموح من العراق، من بلد الرافدين، يريد تحقيق نتيجة جميلة ومشرفة بإذن الله. لكمة قوية نحو الجذع من اللاعب الأوزبكستاني نحو الجسد، يتبعها مستقيمة نحو الرأس. لكمة أخرى قوية، يجب عليك سيدي المشاهد أن تتابع هذا اللقاء وتتوقع الفائز، ولكن يجب عليك انتظار 3 جولات كاملة، لكل منها 3 دقائق مع فترة راحة دقيقة حتى يتسنى لك معرفة الفائز. لكمة قوية يسرى من اللاعب العراقي، يتبعها خطافية يمنى من لاعب أوزبكستان في الركن الأحمر. مجموعة من 1-2 من الركن الأزرق، 1-2 آخر لردع هذه الماكينة الأوزبكية. اللاعب العراقي وركبة مستقيمة يمنى نحو الذقن أو الوجه للركن الأحمر، اشتباك بسيط يعطي الحكم أمر بالانفصال. كما ذكرنا يسمح للاشتباك في مدة لا تتجاوز 10 ثواني تقديرية للحكم، وهناك 10 ثواني إشارة لقرب انتهاء الجولة الأولى. لاعب العراق كل التوفيق للعراق، والجرس معلن نهاية الجولة الأولى. كما ذكرنا الاستراحة 15 ثانية لالتقاط الأنفاس، يتبعها 30 ثانية أخرى، في مجملها يكون 45 ثانية للنصائح ولإعطاء الماء والهواء، يتبعها 15 ثانية للوقوف والاستعداد لبدء الجولة التالية. مجموعة من اللكمات القوية من كلا اللاعبين، ونتمنى التوفيق بالتأكيد للاعب موسى الذي يمثل دولة العراق العربية الشقيقة. اللاعب الأوزبكي لديه لكمات قوية، ولكن موسى له بالمرصاد. كما نشاهد أعزائي المشاهدين مجموعة اللكمات، وهناك اشتباك قوي. الميقاتي يعطي الإشارة للمساعدين بالخروج خارج الحلقة، وبداية الجولة الثانية. جولة أخرى يجتمع فيها أبطال الرافدين مع الأسود الأوزبكية والمدرسة الأوزبكية، من أقوى المدارس للملاكمة في العالم، وسبق أن سيطروا في الفترة السابقة على ميداليات ومنصات التتويج العالمية والدولية بتحقيق أعلى الميداليات الذهبية، ولكن تنافسهم
حاليا دولة الهند، حيث أبدعت في الخمس سنوات الماضية وصارت المنافسة الأعند والأقوى للمدرسة الأوزبكية والمدرسة الكازاخية. لكمتين قويتين يسرى ويمنى نحو الفك العراقي، يتبعها لكمة خطافية يمنى من الركن الأحمر. اللاعب الأوزبكي في هذه الجولة يقدم المزيد من اللكمات القوية والمركزة نحو جسد الركن الأزرق. اللاعب العراقي موسى حذر جدا ويعلم أن المعركة ليست سهلة. إنذار شفهي من حكم اللقاء الإيراني برفع الرأس الركن الأحمر. مجموعة من اللكمات الجميلة لموسى، حلوة يا موسى، واشتباك، إيقاف مؤقت وإشارة للركن الأحمر باستماع للقرارات لضمان السلامة ولتجنب الأخطاء الغير متعمدة. اشتباك لمدة لا تتجاوز 10 ثواني. لقمة قوية يسرى من الركن الأحمر. يبدعون في هذه اللكمات المفاجئة والمخادعة، عليك الحذر يا موسى. موسى أمامه اختبار صعب، لكمة خطافية يمنى ويسرى من الركن الأحمر، لكمة صاعدة تخطئ مكانها من الركن الأزرق، ولكن إن شاء الله بتصيب في المرات الجاية. كررها يا موسى، الحكم يشير مرة أخرى لرفع الرأس للملاكم الأوزبكي في الركن الأحمر. لازلنا أعزائي المشاهدين في الجولة الثانية في الدقيقة 28 ثانية مع الإثارة والحماس في منافسات الهواة للأيبا. حكم يعطي إنذار تحذير شفهي لكلا اللاعبين بأخذ خطوة والرجوع عند إعطاء الأمر أو الأوردر بريك، حيث يتوجب على كل لاعب الرجوع خطوة ثم استكمال اللعب. 10 ثواني حتى نهاية اللقاء أو نهاية الجولة الثانية بالأحرى، نهاية الجولة الثانية فعلا مع قرع الجرس ورجوع كل منهم إلى قاعدته لأخذ النصيحة ولأخذ قسط من الراحة. المدرب الأوزبكي الأولمبي رحمت جان الذي لا يخطئ منصات التتويج في أغلب البطولات، هو مدرب محنك ولديه العديد من الخطط والعديد من المهارات التي يثبتها في كل بطولة. لكمة مستقيمة من اللاعب العراقي موسى، جميلة في الإعادة، لكمة يمنى مستقيمة لكن تخطئ. لكمات متواصلة من أسود الرافدين، ولكمة صاعدة ولكمة خطافية من الركن الأحمر كما نرى بالإعادة البطيئة، لكمة قوية باليد اليسرى نحو اللاعب الركن الأزرق. الجولة الثالثة والأخيرة في هذا النزال أعزائي المشاهدين الذي يجمع بين موسى من العراق في الركن الأزرق ونور جون من أوزبكستان في الركن الأحمر. مجموعة من اللكمات القوية، اللاعب الأوزبكي في الركن الأحمر يؤدي لكمة قوية يسرى وأتبع أخرى يسرى، مستقيمات مؤثرة ولكمة أخرى نحو الجذع. لاعب موسى دفاع مضاد ولكن يتأخر قليلا في الدفاع. حلوة جميلة يا موسى، لكمة صاعدة في مكانها، وهكذا نحن نصيب طارة ونخطئ طارة أخرى. لكمة قوية يسرى نحو الوجه من اللاعب الركن الأحمر الذي يبدو محددا ومنظما في هذا اللقاء ويقدم لكمات قوية يتصدى لها اللاعب موسى بكل جدارة وكل مهارة. لكمتين قويتين يسرى نحو الجذع ويمنى نحو الرأس، والحكم يشير للركن الأحمر بالانتباه للكمات حيث تبدو أنها على الحزام أو تحت الحزام. تنبيه شفوي، لكمات قوية، يمكنكم سماع قوة اللكمات في هذا الوزن، أخف وزن في عالم الملاكمة وهو وزن خفيف الذبابة. لكمة يسرى قوية وأخرى
وأخرى يسرى نحو الجذع بلكمة قوية. اللاعب موسى لديه قدرة تحمل كبيرة، فهذه اللكمات مؤثرة وتحديدا لكمة الكبد الليفر بانش، للخبراء يعرفون معنى ليفر بانش، هي لكمة الكبد وهي من أصعب لكمات الجذع. يستمر هذا اللقاء في الدقيقة الأولى و40 ثانية من مجريات الجولة الثالثة والأخيرة بين أسود الرافدين والمكينة الأوزبكستانية طشقند تجود بالأبطال الدوليين في عالم الملاكمة، ولديهم القوة الجسمانية والإرادة لتحقيق الفوز والنصر. اشتباك عند الحلقة ويعطي الحكم إشارة الانفصال. تكتيك جيد من موسى، ولكن يبدو أن الإرهاق أخذ ما أخذ في هذه الجولة. لاعب ركن الأحمر يواصل الهجوم، لا يعرف معنى للتوقف. موسى يبدأ اللكم بعد الوقوف المستقطع وإسقاط الواقي الأسنان من قبل الركن الأزرق. في هذه الحالة لإجراءات السلامة يتوجب على الحكم غسل واقي الأسنان وتنبيه اللاعب بعدم وقوع واقي الأسنان، عفوا الواقي الأسنان للركن الأحمر. يجب حسب إجراءات السلامة أن ينظف بالماء، وعلى الحكم أن يعقم يديه ويعطي تنبيه شفوي بالقبض على الواقي الأسنان بشكل جيد، حيث يمنع أن يسقط مرة أخرى وإلا يتوجب وجود إنذار. لنستكمل اللقاء، ولكمة قوية يسرى من الركن الأحمر يتبعها الجرس معلنا نهاية الجولة الثالثة والأخيرة. كل التوفيق لدولة العراق العربية الشقيقة، ونتمنى الفوز للاعب منتخب العراق وللاعب الأوزبكي أيضا على التوالي، حيث استحق التقدير على المجهود القوي الذي قدمه لمدة 3 جولات ويبقى القلب عربيا. اللاعب نور جون من دولة أوزبكستان يفوز بإجماع القضاة.